في إطار استلام القواعد العسكرية العراقية من قوات التحالف الدولي، تسلمت القوات العراقية مسؤولية قاعدة التاجي شمال بغداد بشكل كامل. يأتي هذا الإجراء بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها. المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي أوضح أن الموقع الثامن كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الأسترالية والنيوزيلندية والأمريكية. معسكر التاجي الواقع شمال غربي بغداد سلم للقوات العراقية بشكل كامل في مراسم أقيمت بين قوات الأمن العراقية والتحالف الدولي. المعسكر سلم أيضا بمعدات ومنشآت أساسية للجيش والقوات الجوية العراقية، إضافة إلى مواقع تدريب رئيسية. اليوم نشهد توقيع اتفاقية تسليم هذا الموقع إلى القوات الأمنية بحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء. بالتأكيد ما سوف يوفر هذا الموقع من معدات توريكات ومن كثير من الأمور، مدخرات التدريب تسهم إسهام كبير في رفع عملنا وقدرتنا القتالية. حسب الاتفاق احنا انه راح يغادرون قوات التحالف الدولي بحدود يوم 26، يغادر آخر جندي من هذا الموقع ويستلم الجانب العراقي بشكل كامل نهائيا ولا وجود القوات الأجنبية. يعتبر هذا الموقع موقع استراتيجي لأنه تقريبا على حدود بغداد، وهو أصلا مخصص، هذا هو وآلياته ومعداته تستلم قيادة القوات الخاصة العراقية. المعسكر الذي يضم أكثر من 2000 فرد من أفراد التحالف الدولي ساعد القوات العراقية على مدى سنوات عديدة على التدرب، والتي تمكنت اليوم من توليها المسؤولية الكاملة في محاربة الإرهاب الداعشي. اليوم يوم عظيم للشعب العراقي، والقوات العراقية قادرة على مقاتلة الإرهاب في الميدان وقادرة أيضا على التدريب، إذ تم تسليم معسكر التاجي بالكامل وليس جزئيا. القاعدة تضم عدة منشآت، يعني من ضمنها منشآت سكن، مخازن، المدرج الطائرات، يعني العديد من المنشآت اللي يستخدمها الجيش العراقي. ويستعد التحالف الدولي للانسحاب من قواعد أخرى من معسكر بسماية جنوب العاصمة ومواقع أخرى وفق جدول زمني جرى الاتفاق عليه مع قيادة العمليات المشتركة. خطوة مستمرة للتحالف الدولي بتسليم القواعد العسكرية للقوات العراقية. معسكر التاجي شمالي بغداد هو أحد أبرز القواعد العسكرية تم تسليمه للجانب العراقي. من معسكر التاجي في بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.